ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير مع الفنان محمد بوكرش في موضوع الفن التشكيلي بين مطرقة المبدع وسيدان ابن كبك. لماذا المبدع عنده مطرقة؟ سيد بوكرش، سؤال في محله. شكرا للدكتور رشيد جوجام على روحه الخفيفة وعلى إدارته لهذه الجلسة الثرية والقيمة. قبل كل شيء أود أن أشكر اللجان المنظم لمخابر تنمية البحث العلمي التي أرى أنها بهذا الملتقى النوعي الفريد والأول في جامعاتنا، وبالتحديد ما قام به مخبر الدراسات الفلسفية الأكسيولوجية بجامعة بوزريعة 2. لأننا إذا قلنا الجامعة قلنا قطبا يجمع أجمل ما عندنا في الوطن، أين نجد خيرة أبناء وطننا، زبدة ما عندنا وأتباعهم من طلبة التحصيل. وبالتالي أقول بهذا اللقاء عشت يومي متعة بما تم بالمقاربات النقدية الجمالية منقطعة النظير. طربت بهذه الصحوة التي بادر بها وتفرد طاقم مخبر جامعة بوزريعة 2، وعليه أشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد لإنجاح مثل هذه التظاهرة النقدية الفكرية الفلسفية والجمالية التي حرصت على جمع ما يكمل البعض البعض من فنون جميلة ودراسة نقائص ما جعلها ويجعلها اليوم بالذات متدهورة الحال، متخلفة جدا جدا. تزامن هذا اللقاء والإصلاحات، حديث الساعة، حديث العام والخاص، لكل واحد منهم أجندة وأمنيات خاصة به، بينما الجامعة التقليدية بين الكل إن لم تبادر وتأخذ لنفسها المكان الريادي الذي تسترجع به هيبتها ومكانتها كحق، تكون بذلك قد حكمت على نفسها بالإعدام. الكل يعرف أن الإصلاحات في غياب صحوة جامعية ومخابر متمكنة بمختصين على جميع الأصعدة، كان ذلك في الفنون الجميلة أو غيرها، تكون بذلك هي الأخرى عبارة عن مؤسسة ترقيع واجتهادات غير مؤسسة، بينما الواقع والمنافسة تقتضي وتفرض عليها بالأمس قبل اليوم تضافر الجهود للقضاء على كل ما يفصل ويشتت هذه القدرات المكملة لبعضها البعض، بهدف الاستثمار في هذا الإنسان كثروة باقية يعول عليها انطلاقا من احتياجاته الظرفية متوسطة وبعيدة المدى، بدلا من الاتكال على الجاهز وما يأتي من وراء البحار بريع المحروقات والثروات المنجمية محدودة العمر. مخبر جامعة الفلسفة الأكسيولوجية بوزريعة 2 بهذا الحضور واليقظة وهذا الموضوع واقع الفنون الجميلة بالجزائر أعاد الأمل والاعتبار للثروة الباقية للفكر والفلسفة الأكسيولوجية للإنسان وتدبر أموره. أولا، انطلاقا من رد فعل أفلاطون، الصورة النموذجية لمعظم الفلاسفة وكبار المفكرين أمام مرآة أنفسهم عارضين العيوب وكيفية التخلص منها، بفكرة الانتقال من نقطة بدائية بتحول نوعي إلى نقطة نوعية ثانية، أي من السيء إلى الأحسن، من الحيوانية إلى الإنسان المتفوق. وضع أفلاطون باستفزاز على المحك أمام الملأ ونفسه وبعض من كبار الفكر والفلسفة الذين أرادوا الإطاحة به والتقليل من شأنه ليتصادم معهم ويثبتون بذلك للغير ضعفه. كان ذلك بسؤال إحراج تقزيم وتطاول قائلين له: من أنت يا أفلاطون؟ ماذا تمثل؟ نظر لهم بعيون براقة ووجه مبتسم وأجاب بالمعنى المفحم: ما أنا سوى هبة من النحن لي أنا. بهذا الجواب وهذه البساطة والتواضع زاد في قيمة ومستوى الحضور ورفع من شأنهم، بدل الوقوع بين مطرقة الواقع وسندان الحضور ويخسر بذلك
نفسه قبل أن يخسر الجماعة. كان بهذا المتزن المصلح والحكيم، كان أفلاطونيا، وكانت للفلسفة ولفلسفته الموقع الذي أثمر لاحقا بحب باقي الفلاسفة له، وتعاقب الكل على إرساء التنظير والحكم المعمول بها جماليا إلى اليوم. ثانيا، استثمر فينا بعده الفيلسوف نيتش لاحقا بلغة البيان والتبيين وبذكاء نادر ليجعل كل واحد منا في موقعه بدرجات متفاوتة بتفاوت القدرات والمهارات، لاعبا دوره على أحسن وجه بقوله: إن لم تكن من المارين المتفوقين فاجعل من نفسك جسرا ومثلا أعلى للمتخلفين. بين ذا وذاك، بالمد والجزر، بين مطرقة وسندان، بين نسب عدم الفهم وكثرة التأويل والأنا والأنانية السلبية وتفرع الرغبات وحب الذات، وقعنا في الأخطاء وفي أخطاء لا قبل لنا بها، منها ما تسبب في تضخم المعاناة والأتعاب وأمراض لا حصر لها نتيجة ما تطور وطغى ووضع الإنسان في فك حيوانية شرسة وآلة مدمرة لا ترحم. انقلبت الآية وأصبح المتفوق بعد مدة حيوانا صاحب عضلات وأنياب بنهش، ثم جعل المنافقون له من أنفسهم جسورا وانبطح له أشباه العقلاء ليتخلف بذلك قمعا وإذلالا أهل الفكر والتنوير عن الركب. ثالثا، من بين المتخلفين صح الفيلسوف فيليب قائلا: أنا ممن يعلنون وفاة الفلسفة التي عجزت على أن تأتي بالبديل وببديل أن تأتي بما ينقذ البشرية من بعض نفسها من تزايد المعاناة والأتعاب المتراكمة قبل أن ترجم وأرجم معها بالحجارة.